الو الو شريفة، كيف احوالك يا ابو؟ وكيف الدراسة معك؟ وكيف والله يا شريفة قد معايا زالق يزلق بطني كل ليلة وانا مشغول عليك، ودحين طلع صوتك سيدي، انا ترى حتى خرجت من بيت اجيت عند ام قوي هذا كله علشان يطلع الصوت واضح وطلع صوتك، وانا صوتي كيف تسمع انه تمام؟ انا صوتك اسمعه كانك قاعد على مغزالي حق جدك، والله واضح ما شاء الله، وانت واضح صوتك، لاني انا دحين عند ام قوي بنفسه خرجت من عند بيت وجيت هنا قلت عشان اتكلم معك ديني واسمع اخبارك، انا مشغول عليك والله، حتى معكر اني اقعد عليه واقوم بعض الاوقات. الحين اتذكرت ربك والله ان امك الله يرحمها ما قصر وهي سمنك الشريفه، والله ان اسمك انه صدق على اسمك هذا الاسم انك شريفه شريفه، وايه ابوك هذا الانجليزي بيتي تتخلص منه، باقي لك ترم الله يوفقك ان شاء الله ويوفق كل الطلاب والطالبات اللي دراسه في الدنيا هذه ومتغربين عن اهلها، والله الغربه غثى لكن ما عاد معانا الا الصبر، الله يصبرنا وبس. والله ترى اني انا عند ام صد وعند ام قوي حق ام قري حقنا قلت ابغى اتكلم معاك واسمع اخبارك ومشغول عليك، ولكن الله يعينك ويوفقك، باقي لك ترمى وانا اقول لك والله بديت اعمل عمله، ولكن ربنا سبحانه وتعالى راجعت نفسي الله يرحم امك من يوم مات لها سنه هي، وانتم قد وعدتني انت ومجهله ما مجهله فمسداحه معايا من هنا، لا لكن انت اللي وعدتني وعده وقلت يا ابو يا ابويا والله ان احنا ان شاء الله ملك الا ندور لك العروس، ودحين انا وريتهم في التلفزيون عندكم شيء الوحده ما هو، وانا عين في التلفزيون اريت له شيء، وانا قد بيعت ام دواب نيتي كان ابيع ابوها ومزاوي معايا ام ذهب ابو مثلا شابيعه وشاهد جقدات منها قديني اخبر بكم منها دول لي لا واحده جابرني في الدنيا هذه، لكن راجعت نفسي وراجع علي على المغلس والجماعه كلهم قالوا لي يقول لك انت مخرف قدك وخرط انت، تروح تجيب واحده مهم من باديتنا ولا باديتك ولا وما تشابه بعدين، لا تقيل تهب لك قهوه ولا تهب لك عيشه ولا تبغى لك هودو وتبغى لك حاجه يعني همبرجر وتبغى لك من هذه البلاوي تاكل، وانت ما انت حقها، عودت لنا سمع لك كلامهم الا صدق يا ابو، فدحين بطلت عودت قلت والله دور لي لوحده من جماعه اللي ديها بلشه امسك حنك احنا يقولون، عودت مسكت حنايه حتى دحين، فيا ابو بكر علم ما خبر انا مشغول عليك، انا مشغول والله دحين لو ما انا بس كذا الناس غادي ما يجيني عينه اللي يقولون يبكي هذا القحمة ماله وحده، ام دمعه ماسكها على نفسي كذا احس غصه في حلقي كاني كلت عيشه ولا طين في حلقي وابا ما تنزل، فقلت كيف اقدر لكن ما عاد الا ما نسوي الصبر، عسى كيف ذي السنه الله يخارجنا ان شاء الله، باقي لك ترم هيا اقول لك ان شاء الله اذا ربي وفقك، ترى اني وعدت بوعد ووعد الحر اقول الدين عليه، امثلنا مرقمه هذيك والله لو واحد هبلي فيها من 1000 ريال ما بعتها، ومعايا تيس ومعايا شويه يعني ريمان قديها في الطريق يعني عديتها لي 10، معايا 10 ذبائح هذه خاصه لك اذا تخرجت نهب ابوها، وقد اتصلنا على علم سعيد ان شاء الله نشوف علم سعيد يجي معانا نهب لنا ليله يرتكز فيها بجلب، انتم محارم وحيدكم واحنا رجال وحيدنا فرح بهذا النجاح، اذا نجحت في الانجليزي هذا من تعلم لغه قوم قال امر مكرهم، الله يوفقك ويعينك واوصيك الله الله حافظي على نفسك وخليك شريفه، ترى اي غلطه ولا حاجه ولا من هذه الاشياء على طول تروحين مقري هنا قالوا شريفه ما عدا شريفه، فخليك شريفه على ما انت، خليك اسم على مسمى لا عدا اوصيك انا ابوك الله الله، انت وغيرك كلكم خليكم يعني تمثلون الوطن انتم برا، ياو انتم ما انتم تاخذون هكذا بس الدراسه، انتم يعني سفراء حقنا، الله يحفظكم شباب وشابات ونتمنى لكم التوفيق والله ينجحكم ان شاء الله وتخدمون الوطن، الوطن غالي علينا، نسأل الله العفو والعافية والتوفيق يا أبوك، لا تطول عليه ولا تطول عليك، المسافة بعيدة يقولون ترقد وتقوم يوم كامل وعدد قد وصلت، وام جوال ذي تشفط الدنيا هذا التلفون، ام تلفون يشفط عليك ويشفط علي كأنه يسحب دم من نمك، الله يعدل بعدل قبول في أمان الله، الله الله العدو وصيف، حافظ على نفسكم من برد، يدفي معاكم بطاطن ولا شيء،
الله الله، مع السلامة، في أمان الله، الله يحفظك إن شاء الله وترجع لنا بالسلامة. قبول، في أمان الله، الله يحفظك، مع السلامة.